وفي نشرة سابقة أكد سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الجهود التي تبذلها السلطة التشريعية في مملكة البحرين المتعلقة بمشاريع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تأتي من أجل مواكبة التطور الاقتصادي الحاصل في العالم. أخذ في الاعتبار طبيعة الاقتصادات والتحولات الجارية في اقتصادات المنطقة واقتصاد مملكة البحرين على وجه التحديد، واعتقد ان هذا شيء املى شروط ضروره تغيير بعض التشريعات والقوانين التي بادرت السلطه التشريعيه ممثله مجلس النواب والشورى في تعديل هذه القوانين واصدار قوانين جديده تتعلق وترتبط اساسا بمساله الديجيتال ايكونومي او ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، وايضا مستوى الذكاء، يعني قوانين الذكاء الصناعي التي هي اليوم تقود العالم نحو طفرة جديدة في مسألة التبادل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي بين دول العالم. لذلك بادرت مملكة البحرين قبل العديد من الدول لتعديل تشريعاتها، وأيضا استصدار تشريعات جديدة ساهم فيها مجلس النواب ومجلس الشورى في من أجل الارتقاء ومن أجل أيضا مواكبة هذا التطور الحاصل في العالم.